اليوم وقفتنا مختلفة. احنا كل احد كنا نساند التحرير، واحنا كشباب احنا اكيد تعرف الطلاب اضراب وجاي نحضر بالتحرير، بس يوم الاحد ننطلق من جامعاتنا حتى نوصل رسالة انه احنا كطلاب ويا الاحرار اللي بالتحرير. بس اليوم كانت مختلفة، اليوم هي استنكار وشجب على المرشح اللي مرشح الأحزاب محمد توفيق علاوي. محمد توفيق علاوي ما حد جابه، محمد توفيق علاوي جابته الأحزاب. احنا ما احنا مالتنا الترشيح يكون بس مجرد ننطي مواصفات، ترشيحنا ما انطينا اي واحد، حتى فاق الشيخ علي ما قلنا نريد فاق، احنا قلنا مواصفات الرئيس الوزراء القادم، يجيبوننا محمد توفيق علاوي الأحزاب اللي محكوم 7 سنوات غيابيا ومستلم بدورتين انتخابية يستلم وزارة الاتصالات. احنا هذا ما نريده، وموقفنا معروف كمتظاهرين وكطلاب وكمسيرة طلابية، موقفها معروف وموقفنا راح يكون ضد محمد علاوي وضد كل الأحزاب وضد شكو مرشح من الأحزاب. ساحة الحبوبي نواة الثورة، صارت نواة الثورة لأن بغداد والساحات الأخرى دخلت عناصر متحزبة حاولت السيطرة على الأماكن المهمة، والأماكن هي اللي تصدر من يمها كافة شلون نقول الكلام، كله ما الثوار يصدر من يمها من الحبوبي، لأن الحبوبي ما متحزب، الحبوبي شك واحد متحزب طردته، فإحنا الحبوبي عاصمة الثورة العراقية الكبرى. شهدانا والثبات للباقين. بخصوص سؤال حضرتك بأنه إحنا اللي رشحنا محمد توفيق علاوي، يعني خير دليل على هذا اللي نشوفه اليوم دي يصير من رفض طلابي ورفض شبابي، فئة كل كبيرة من الشعب جاية اليوم بالتحرير ده ترفض هذا الاسم، فهذا خير دليل، يعني خير دليل على أنه إحنا رافضين هذا الشخص لكونه أنه ما يمثل الشروط وشخص مثير للجدل وما مو من ضمن مرشحين. فأحب أنه أوجه نقطة أنه هاي الأعداد اللي نشوفها بالساحة هي خير دليل على أنه إحنا مواقفنا ثابتة وأنه غير خاضعين للتسييس، باعتبار أنه هذه الساحة ممكن أن تصادر من قبل جهات سياسية يعني معروفة، فممكن أنه يستخدمون سياسة تكميم الأفواه والضغط على الناشطين يعني أو التنكيل بهم،
فتعرف يعني انه هذيك شويه المناطق الجنوبيه تكون عشائريه اكثر، فما ممكن انه يتعرضون لابناء ساحه الحبوبي، فهو هذا السبب اللي خلانا انه ممكن ننقلها. ولو انا اشوف هذا يعني مو ويا هذا الموضوع، لان المركزيه لساحه التحرير بكونها هي مصدر التظاهر وخلينا نقول فتيل الثوره. جاي يشوفون الثورة زيادة، والحمد لله والشكر والطلاب أسبوع عن أسبوع تثبت موقفها البطولي وصوتهم المستقل، وطلبة جامعيين الطبقة الأكبر الآن في المتظاهرات في المحافظات وبغداد نثبت إنه نرفض محمد علاوي رفضا تاما، ومع أخواننا في المحافظات ونقول لهم إحنا ما نخذلكم باقي موقفنا إن شاء الله. ومثل ما ناشدتونا وقلت انه بغداد هي قدوه لكم، ان شاء الله راح تبقى بغداد انه قدوه للمحافظات، والطلاب مستمرين ان شاء الله. بس احنا كل احد ان شاء الله احنا مستمرين بخطوتنا، والمظاهرات مستمره ان شاء الله، ونثبت للعراق كله انه صوت الطلاب الان هو صوت مستقل، اي شخص ما يمثل الطلاب، الطلاب فقط هم يمثلون انفسهم. ونرجع ونكرر الطلاب ان شاء الله تبقى رفض تام لحد ما نحاسب قتل القتلة والقصاص لإخواننا الشهداء وتعويض عوائلهم والحقوق على الانتخابات والقوانين اللي حصلنا عليها وطلعنا أجلها إن شاء الله كلنا نحصلها. يلا نرجع مستمرين إن شاء الله في اعتصاماتنا. والله إحنا نوصل رسالة من خلال كلماتكم الكريمة، نوصل رسالة للحبوبي نقول لهم إحنا إن شاء الله وياكم وإيد وحدة إن شاء الله ومستمرين وياكم وما نخذلكم إن شاء الله وباقين.
هذه طبيعة الحال هذه مسيرة مليونية تمثل الثورة البيضاء اللي هي تشمل طلبة الجامعات الأهلية والجامعات الحكومية اللي بدورها ترفع صوت الحق ضد الباطل والفساد وكل القرارات اللي أدحضت اللي احنا ضدها أساسا. احنا ضد أي مرشح يتم تشكيله وتكليفه من هذه الحكومة الفاسدة، وضد هذا المرشح اللي اليوم اجتمعت عليه جميع الكتل بالإقرار على تنصيب هذا المنصب. احنا ضد هذا الشخص، واحنا نريد شخص نزيه وغير محكوم قضايا فساد وغير منتمي الى اي حزب والى اي جهه معينه، باعتبارهم هم الاولى بهذا الشان، وهم ناس ثوريين ورفعوا صوت الحق من اجل ادحاض رايه الباطل. بالأسابيع احنا على مود نقول انه احنا ثورة بيضاء وثورة طلابية، لا، احنا هاي ثورة شعب، صار لنا 4 أشهر هاي الثورة انسرقت بليلة وضحاها. هاي الثورة التكليف غير موافق عليه، ولو موافق عليه مثل ما يقولون ما كان هاي الناس كلها طلعت بالساحة. هذا التكليف احنا نقول باطل. اجتمعنا احنا الثورة البيضاء الطلاب الجامعات الحكومية والأهلية على مود نوصل هذا الصوت، بأي حق انه بليلة وضحاها تنسرق هاي الثورة؟ وعندنا هواية مطالب ما تحققت. احنا نريد رئيس وزراء مستقل غير منتمي للعملية السياسية، انسان نزيه ما محكوم عليه بقضايا فساد مالية مثل ما يعني بعض الجهات عينت انه شخص بمنصب رئيس وزراء وراح يصير يعني عليه قضايا فساد هواية من 2007 وغيرها أو انحكم عليه ب7 سنوات. فإحنا نريد إنسان نزيه يمثل هذا الشعب. إحنا ما نريد دم الشهيد يروح، إحنا ما نريد هاي الثورة كلها تنسرق، ثورتنا صدرت للبلدان. كل هذا إحنا نريد تعبنا، ونريد رئيس وزراء يكون محق بحق بلده وشعبه.
التوفيق ولا بالطير صحنا وناديينه قانون انتخاب نريد منكم يحميله قانون انتخاب نريد منكم يحميله والصوت خليه تعالي من خاف من نشاله معتصمين لحد الموت متهمنا واحد معتصمين لحد الموت متهمنا واحد المرشح. اولا هو فاسد ومحكوم عليه بالسجن 7 سنوات يعني هم اللي اختاروا احنا ما خليناه طلع الامر من ايدينا هنا سيطروا على المطعم التركي وسيطروا على الجسر وسيطروا على النفق تعرفهم انت ونعرفهم احنا منو اصحاب القبعات الزرق وهيك شغله يعني فصار الامر ضغط علينا فاستحلوا الموضوع كله استحلوه فصار امر لا ارادي فالشعب يجي على بالهم هم دول المتظاهرين بس هم دول المتظاهرين اللي جوا لازمين المطعم البارحة حتى صارت اغتيالات بالمطعم ليشمروهم من فوق وحرقوا الخيم واستحلوا الموضوع كله صار فيديوهم يعني ما اعرف هسه Yes.
من أولادينا. لا توفيق ولا بطيخ صحنا أولادينا. قانون انتخاب نريد منكم يحمينا. قانون انتخاب نريد منكم يحمينا. والصوت خلي تعالي ما الخاف من نشالي. الغاية والهدف من المسيرة الطلابية هي اختيار رئيس وزراء بموافقة المتظاهرين، واحنا مسيرتنا ثابتة الحين تحقيق المطالب. مثل ما هو معروف جاء من بعض الأحزاب، معروفين هم اللي بارحة اقتحموا ساحات الاعتراض الأحرار واللي أخذوا جبل أحد، معروفين حاليا موجودين هم بالساحة. هو بسبب الأحزاب الاستيلاء على منصة الأحرار الموجودة جبل أحد، مستمرين لحين تحقيق المطالب إن شاء الله. Thank you.
هاي الوقفة الطلابية هي رافضة لترشيح رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي، وإحنا باقين على موقفنا وعلى شروط ساحة التحرير اللي انطوها شروط الرئيس الوزراء. أولاً إنه يكون غير متعدد الجنسيات، يكون جنسيته عراقية فقط وغير منتمي لا أي وزارة ولا الدورة برلمانية، وهاي شرطين غير مستوفين محمد علاوي، لذلك هو مرفوض بأمر الشعب. دخل أكثر من حزب وأكثر من جهة بالقوة وحاولوا تكميم الصوت وحرف مسار الثورة. مشرفة من كل الطلاب، واحنا نشرف فيهم. هاي وقفة وطنية، يعني هاي الوقفة ما حد يسويها بس الوطني. بس اني اشكرهم كلهم على راسي، وما عتبي على الطالب القاعد بالبيت، عتبي على الطالب اللي يريد يداوم، عتبي على الطالب اللي دا يبث اشاعات على مود الدوام ويريد يرجع الدوام. يعني انت مقتنع بدولتك؟ مقتنع بالاوضاع؟ انا قبل كم يوم ولا صاحبي انضرب بالأحداث الوثبة، راح للمستشفى ويا ثلاثة جماعته، مستشفى الكندي نقلوه بالتكتوك. حلو، الطلقة واصلة سنتيم عن العمود الفقري، بالاستعلامات
الثلاثة الولد اعتقلوهم والولد قاعد، الولد نايم على السدية ما حد يتقرب له إلا جو كم واحد طلعوه من المستشفى رجعوه للبيت. هسه الولد طلقه بظهره وقاعد بالبيت وهو طالب ويانا، طالب أنت مقتنع تريد تداوم؟ ما أعرف شو أقول لك بعد. رئيس الوزراء أنت رشح هذا؟ الجماهير أغلبية هسه تشوفها ما حد قابل به، إذا تشوف هنا الصور كلهن كلهن ما حد قابل بهذا رئيس الوزراء، لأنه مو إحنا رشحنا، مو إحنا رشحنا، إحنا كمتظاهرين هاي المواصفات اللي ترشح ما تناسبنا، إحنا عندنا مواصفات لرئيس الوزراء اللي نريده، هذا ما تناسب الصفات اللي نريده، لأنه الحبوبي وأهالي الناصرية يعني ما أعرف شنو أقول لك، شنو ما ينوصفون الشجاعة، الرجولة، ثوريين يعني الوطنية، الروح الوطنية اللي عندهم إحنا نقتدي بيهم. طلابية نظمها طلاب جامعات بغداد بكافة أطيافهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم، لكن يجمعهم هو حب الوطن. احنا كل أحد نجي هنا ونتجمع ونروح للتحرير ونساند زملائنا، وعندنا زملاء بالتحرير وعندهم خيم ومعتصمين، ولازلنا مضربين عن الدوام ومعتصمين مساندة لمطالب الجماهير المتظاهرة اللي طلعت، اللي هي مطالب تكون حياة أفضل، وإحنا جزء من هذه الجماهير، وأيضاً إن مطالب كطلاب وكمواطنين نطمح بأن يكون وطننا أفضل وذو سيادة، ويكون بلد مدني أكثر، متطور أكثر، خدمات متوفرة، فرص عمل، ضمان بطالة. طبعاً هو ترشح من قبل الكتل المستفيدة من بقائها بالسلطة، واتفاق الكتل الكبيرة عليه، والجماهير ما لها أي دخل لا بترشيح توفيق علاوي ولا بترشيح غيره. الجماهير ما تريد أي أحد مشترك بالعملية السياسية، مستمرين في هذه المسيرة وما نتنازل وما ننسحب من التحرير، وباقين بالتحرير، وراح بدل الخيم راح نبني هناك. يمكن لأن ساحة الحبوبي الرأي موحد أكثر بيها، ويمكن من ناحية أمنية هنا الجماهير تعرضوا للقمع والضرب ودخول الميليشيات، بيكون بساحة الحبوبي القرار يصدر ويكون الوضع أكثر أمان بالنسبة لهم.
الصف الطلابية رافضة ترشيح محمد توفيق علاوي مرشح الأحزاب والكتل السياسية الفاسدة اللي احنا أصلاً طلعنا ضدهم، يجون يخلون مرشح لا مستحيل نسكت، لا تعب 3-4 أشهر استغفر الله، ولا الشهداء اللي وقعوا بذيك الفترة راح ينسي، ومستمرين بأضرابنا لحد ما تحقق المطالب. جماهير متذيلة اللي تتبع الشخصية اللي قالت هذا الحكي هي اللي موافقة على محمد توفيق علاوي، ما تعرف تاريخها أصلاً، مجرد تبعية أحزاب، فيوافقون على أي شيء يقولوا لأحزاب. الجماهير المنتفضة أعلنت رفضها مو هسه، قبل شهرين محمد توفيق علاوي، وهاي مو أول مرة، رابع مرة ينعرض بها اسم محمد توفيق علاوي الرفض، وبالأخير جاهلوا كل حكي الساحات وحطوا محمد توفيق علاوي، وإن شاء الله شعب العراق ما راح يسكت على هذا الموضوع. إن شاء الله مستمرين بمظاهراتنا ومستمرين بالتصعيد، والكلمة للحبوبي، أخاف أخذوا ساحة التحرير، حبوبي موجودة وما حد يقدر ياخذها، وش يسوي حبوبي احنا وياها ان شاء الله. للطلاب خلال هذا اليوم يعتبروه اخر يوم للمظاهرات، بس ان شاء الله ما راح تكون الاخيره، مثل ما تشوف انه مطالب الطلاب واضحه وصريحه، لا احزاب وكلا للتحزب. صراحه اللي رشحها هم مو الجماهير، احنا حاليا الجماهير انقسمنا قسمين، جماهير تابعه للعراق فقط وجماهير تابعه لغير دول. فالشعب العراقي حاليا العراقي رافض موضوع هذا رئيس الوزراء المتحزب، لأنه صارت باستغلال المنصة بالمطعم التركي حتى يعلنون أنه هم الشعب لأن أيدوا هذه المظاهرة، واللي هو غلط. Get up!
شباب